العقوبات مغلظة، طبعا لكن ده ما منعش المافيا دولية ومكاسب هائلة يعني، فبالتالي بتبقى في مخاطرة بغض النظر عن العقوبة يعني. عشان كده احنا أجهزة الدولة وجهاز وحدة مكافحة غسل الأموال تابع للبنك المركزي نشيطة جدا في 2016، وإن شاء الله تبقى أنشط في 2017 في إنها تمنع تجار المخدرات وغيرهم من المجرمين من الاستمتاع بالأموال اللي تحصلوا عليها من جراء هذه التجارة المؤسمة. فدلوقتي احنا كل قضية مخدرات تقريبا بنحرر معاها قضية غسل أموال عشان نمنع المهرب أو التاجر من الانتفاع بالأموال اللي تحصل عليها من جراء هذه التجارة. وطبعا دي قضية مستقلة تماما عن قضية المخدرات، ودي القضية دي بتقدم إلى المحكمة وبيحكم بمصادرة هذه الأموال إذا ثبت طبعا أنها ناتجة عن جرائم مخدرات أو أي جريمة أخرى. يعني هذا يعني أنت مع الجهاز المصرفي مع البنك المركزي طبعا شغال علشان الوصول برضو، انه تقريبا جميع القضايا دلوقتي طبعا كلها شبكه. هو ده اللي هيمثل ردع اكتر، لان تاجر المخدرات لو ضبط وتحط في السجن ومعاه فلوس هيصرف على ولاده، هيصرف على تجارته، وهيقدر يستعيد نشاطه بعد ما يطلع من السجن يكمل. لكن اذا حرم من هذه الاموال يبقى هو كده تم تدميره تماما، وده الاتجاه الموجود حاليا. وان شاء الله تسمع في الفترات القادمه دي كلها عمليات مصادرات واسعه النطاق جدا، وعمليات في قضايا دلوقتي طبعا قضايا كتيره جدا.